تحت شعار الجزائر تحتضن إفريقيا، انطلقت اليوم فعاليات التظاهرة الثقافية والاجتماعية دار الزاير في طبعتها الرابعة، غير أن هذه الطبعة تميزت عن سابقتها بطابعها الدولية، حيث سيشارك على مدار 15 يوما عدد من البلدان الإفريقية الحاضرة معنا في إطار فعاليات الدورة الثالثة للألعاب الإفريقية. الولايات الخمس التي تم اختيارها اليوم لتأدية عرض الافتتاح ولايات تحمل في طيتها تاريخا وتراثا عريقا، عروس وجوهرة الشرق الجزائري عنبة، مدينة الفن والتاريخ تلمسان، المدينة الساحرة ولؤلؤة الساحل الجزائرية بجاية، مدينة الهجار وتوارق تمن راست، مدينة الحصن البيزنطية تبسة. تابعوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمين. تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، وفي إطار الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب، وزارة الشباب والرياضة والمديرية العامة للشباب تنظم الطبعة الرابعة لفعاليات دار الزاير تحت شعار كبير الجزائر تحتضن إفريقيا. يسعدني ويطيب لي أن أشارككم هذا اللقاء بمناسبة تنظيم فعاليات الطبعة الرابعة للتظاهرة الوطنية دار الزاير تحت شعار الجزائر تحتضن إفريقيا. إنه لمن دواعي السعادة والسرور أن يتزامن هذا الموعد مع احتضان بلادنا الألعاب الإفريقية للشباب في طبعتها الثالثة، حيث ستكون مدينة الجزائر عاصمة للرياضة الإفريقية خلال 10 أيام كاملة تجمع في كنف الصداقة والأخوة والاحترام كل النخب الإفريقية في مختلف الاختصاصات، وهي فرصة أيضا للتعرف ونسجد العلاقات المتينة بين الإخوة الأفارقة وتكثيف التعاون بينهم في مختلف الميادين، سيما منها الثقافية، باعتبار إفريقيا منبع الحضارة التي صنعت تاريخ الإنسانية. C'est un type d'événement qui crée une grande relation entre différents pays africains. Et c'est la première fois que je me trouve ici. Je suis content d'être là. Les choses se passent bien. سهرتنا مازال متواصلة ورايحين نشد الرحال إلى الغرب الجزائري لنقول ومهما أطلنا طوافة إليك إليك تلمسان ننهي المطافة. تحتضننا عاصمة الزيانيين تلمسان بعاداتها وتقاليدها لنشاهد سويا العرس التلمساني. سيادي وسط الدار في وسط الله سيدي، سيادي العروسة برزات الله سيدي، وسيادي وسط الدار في وسط الله سيدي، وسيادي
دي العروسة برزت الله سيدي صيلة بالهمة والنسمة المسانية دوروا لله العروسة ودوروها دوروها بالعمارية ودوروها دوروا لله العروسة ودوروها دوروها بالعمارية ودوروها وهي لمي ما وجدي البرنوس هيا لمي ما وجدي البرنوس هاد الليلة واللي ذكراها عروس وهاد الليلة وعليه فنوس جاي على عودو ليشال يا لالا 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 فطان مجبود والناس شهود فطان مجبود والناس شهود او شيعوا لها وبالبارود شيعوا لها بالبارود وي هذه اول خطا نجود لدار الجزائر عجبتني بزاف شفنا تنوع تاع التراث ديالنا 48 ولايه يعني يعطيهم الصحه اللي داروا هاد التظاهرات تاع دار الجزائر شفنا كل الثقافات وجميع الولايات ونحن في سهره اخرى نمر الى ولايه اخرى الى جزائرنا يا بلاد الجدود نهضنا نحطم عنك القيود ففيك برغم العدا سنسود ونعصف بالظلم والظالمين سلاما إلى سيدي محمد شبوكي سلاما إلى سيدي العرب تبسي سلاما إلى كركلا قوسا يعانق حبا فتكون الرحابة عبر تبسة رمزا بفرسانها الرحابة عبر هذا التراث الجزائري الغني عبر برانيس المجد الرحابة من تبسة مطربة محبوبة جدا في دولة السنغال ونحن نحتضن إفريقيا إذن سنكون مع فيفيان شديد الجارية لا سسوار أها جاية حاضرة معنا اليوم بعاداتها وتقاليدها حيث مر ابن خلدون فغنى أو فكتب فيها الكثير والكثير عن بجاية التي كانت مصدرا لإلهامه Yeah.
الغابة حيث الزرقة البحر. الشموع وعبر أعراسها هو الهودج وهو الباسور حين يكون الفرح مصنوعا على طريقة الفرسان. تكون العروس المدللة ويكون العرس في الصحراء ببساطة الإنسان وروعته. وحين تلتقي النوق ذات مساء نحكي للرمل حكاية وتكون الأسطورة كلها أحبك حب القوافل واحة عشب وماء. تكون عبر تمراسة إبداعا في ليالي دار زايد. افتتاح الليلة عكس لنا فسيفساء التراث الجزائري العريق من خلال اللوحات التي رسمتها لنا الفرق الفولكلورية. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذا العدد، نأمل أن تكونوا قد استمتعتم، نلتقي في موعد آخر.